احساسك دلوقتي؟ اسعد انسان في الدنيا. يعني سعاده الرئيس خلاص رئيس رئيس سعاده الرئيس عبد الفتاح السيسي احنا كلنا في ظهره واملنا كبير فيه ومتوقعين منه ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كل خير لمصر في الفتره القادمه. وانا يعني بدعو الشباب كلهم نحط كل حاجه خلفنا ونتجه كلنا نحاول نبني مصر كلنا مع بعض، لان مصر بينا كلنا، ودي الكلام اللي قاله لنا قبل ما نمشي ان شاء الله. شكرا.